بتاعتنا هتبقى انتروداكشن عن اللي هيحصل في الورك شوب. هنتكلم بقى خالص على النون انفيزيف انتري مود او الانديكيشن والكونتر انديكيشن، وبعدين بعد كده بقى هناخد سبيسيفيك انديكيشن. دكتور محمد الجامعه هيتكلم على كاردينال بالموري ديما وجيت كاردينال بالموري ديما، وبعدين هتكلم انا على اكوت هايبركابنيك سبيرشيتيليا هاو تو دي ويز في نون انفيزيف ميكانيكال انديكيشن، وبعدين الدكتور هيتكلم على الليننج، وبعدين نختم بمونيتورنج نون انفيزيف ميكانيكال او ديورنج نون انفيزيف ميكانيكال. وبعدين هيبقى في كوفي بريك بسيط، وبعدين بكده نعمل هاندز اون. هاندز اون برضه هنتقسم الى مجموعتين غالبا، او يعني برضه على حسب بس الشركات اللي هتيجي دلوقتي، على المجموعه على الفنتيت، ونشوف الفنتيت بتستخدم ازاي، انواع الفنتيت اللي موجوده. هيبقى في برضه كل ورك شوب او يعني كل ورك شوب فيه 10 دقائق او ربع ساعه ازاي تشوف الفنتيت، وبعدين يبقى في هاندز اون على مين؟ على انواع الفنتيت المختلفه. الانترفيس برضه هيبقى نفس القصه، والهايف فلو نيزل كانيولا هيبقى نفس الانترفيس بتاع الدكتوره هبه، والهايف فلو نيزل كانيولا بتاع الدكتور محمد. وبعدين في الاخر خالص هنتكلم على هاو تو ترابل شوتنج او تريتمنت فيلير، ازاي نظبط وقت الاي باب، ازاي الاي باب، ازاي القصه دي كلها ان شاء الله. ات اني تايم اثناء المحاضرات كده لو في اي حاجه مش واضحه جاست بس يا جماعه دي خليها تبقى مين، تبقى انت اكتر كده بالنسبه لنا، ما تبقاش اي 1 واي 8 عادي. بعد كده طبعا شركه موني فارم وشركه توتال كير والشركات اللي في شركات ثانيه كمان جايه دلوقتي، اعتقد شركه شركتين ثانيين كانوا مش بس يعني امريكا والحق بالذات في الورك شوب هنشوفهم ان شاء الله. تمام؟ نبدا النان انفيزيف من ذات اليوم. كلنا استخدمنا النان انفيزيف، ايه مشاكل النان انفيزيف معانا يا جماعه؟ سؤال كده. بنستخدمه في كل عيانين، ما بنستخدموش في كل عيان، يعني ايه الكرات الامات؟ انكونشس مفيش سكريشن تروما ولا تروما يكون عيان كوبرتيف يعني كوبرتيف مش اجيتيتد مش سيفير ديستريس او مبقاش سيفير ديستريس ولا كوماتوز كونشس ليفل كويس مفيش ابر جي اي تي بليدنج مفيش عمليات جراحيه الحاجات دي كلها. طب ده الكونتر اندكيشنز. طب الاندكيشنز فور نان انفيزيف ميكانيكال انفيزيشن هو امتى احط عين نان انفيزيف ميكانيكال انفيزيشن؟ امتى يعني اخش كده عين نان انفيزيف ميكانيكال انفيزيشن؟ هل في كرايتيريا معينه العين ده تحط على نان انفيزيف ميكانيكال انفيزيشن؟ اول حاجه اسمها وبالتالي عيني يبقى ديسنك، عيني يبقى ستريس، دي يبقى هيبنك، يبقى بص يبقى انا عندي في الاول خاصه ليه ما بيستخدمش كتير؟ ما دام ان هو الدنيا سهله وكل عين ريسبيراتيفيل عندي عينين كتير ريسبيراتيفيل بس عندي عينين كتير ريسبيراتيفيل وما بنستخدمش ليهم نان انفيزيف ميكانيكال انفيكشن. تمام؟ ما دام الامور كده كويسه ليه؟ هو السؤال لان النان انفيزيف ميكانيكال انفيكشن محتاج ديديكيشن اوف تايم، محتاج وقت، محتاج ده انت بتحط عيان كونشس عيان كوبرتيف او عيان حتى لو اجيتيتد تحط على نان انفيزيف. تخيل بقى عيان ديستريسد بينهج ويعمل جاي تحط له مين؟ حاجه كمان تخنقه اكتر، وبالتالي ده يخلي العيانين محتاج ان انت لا ده انت تقعد وتابروتش وتتكلم معاه، قصدي محتاج مانيبيوليشنز كتير مختلف تماما عن الانفيزيف ميكانيكال بنتيشن. كل انفيزيف ميكانيكال بنتيشن كل اللي هتعمله هتقوم حاط انتراكنتيو انسيديت بارالايز اعمل رايح الدنيا الامور بقت مين؟ بقت مستقرة تماما مختلفة هنا عن النان انفيزيف. ده اللي مش مخلي النان انفيزيف ميكانيكال بنتيشن ياخد وايد اكسبتنس، مع ان اور مين جوب از فيزيشن از نوت تو دو هارم تو ذا بيشنت. وبقى نوت تو دو هارم تو ذا بيشنت ده انا طب هل ميكانيكال بنتيشن بيعمل هارم؟ بيعمل هارم تو ذا بيشنت. كل الديفنس ميكانيزم مع الانبوبه بيبقى ماست بي سبريسد خلاص، وبالتالي انفايت انفكشن كفورين بودي وتعمل اريتيشن و اند سو اون. ان النان انفيزيف بيديني كل الادفانتج اوف انفيزيف ميكانيكال انفيتيشن وذاوت ذا يوز اوف انتراجين انتويشن، وبالتالي ما بضطرش ان ده بالعكس العيان حتى كمان بيمين العيان بشيله انترميتنتلي، ممكن اشيل الماسك والعيان يبدا يبح ويبدا يتكلم وبالتالي يديله سيلف كونفدنس وبالتالي الدنيا احسن يعني ايه. انما مشكله النان انفيزيف ميكانيكال انفيتيشن في حاجه مهمه جدا، الايديوكيشن التريننج التايم كونسيومنج اللي انت بتستخدمه للمين العيان، الثلاثة دول ماست بي تاكلت. عشان كده لازم، وبعدين برضه في حاجة تاني كل شوية للأسف احنا ما بنعملهاش، أي هاف تو أعمل أوديتنج على اللي أنا بعمله. يعني لازم يبقى في عندي كده
بشوف اللي انا عملته ده مظبوط ولا مش مظبوط، اللي انا عملته جاب سكسس ولا ما جابش سكسس. للاسف احنا ما عندناش داتا تقول لنا النون انفيزيف بقى سكسسفول ولا مش بقى سكسسفول. والنقطه المهمه يعني انا هحكي لكم على عيان، او احنا استخدمنا النون انفيزيف ميكانيكال فنتليشن في رساله في 95 النتائج كانت سيئه جدا. فمعظم عندنا في القصر العيني بدانا الري انترست مره ثانيه مثلا في 2005 او 2006، قعدنا 10 سنين تقريبا بايزد بالرساله الاولانيه، مع ان العالم كله كان مختلف، كان جايب نتائج مختلفه جدا. تمام؟ عشان احنا ما عملناش كوديت، يعني ما عملناش الخطا فين، ما عملناش ايه اللي حصل بالنسبه لمين للرساله دي، او ايه المشاكل اللي قابلته. انما خدنا الكونسبت ان هو ده بيجنن العيان اند سو اون، انما الابروتش كان غلط، وبالتالي بقينا لاجنج مين؟ لاجنج ا لوت بيهايند بقيه الناس اللي شغاله على مين؟ على مين؟ على النان انفيزيف ميكانيكال. تمام؟ العكس ده الادفونت ده بيقول لك النان انفيزيف ميكانيكال هو الميجور ادفونتج اوف ميكانيكال فنتيشن ديورنج اخر 20 سنه. بتكلم على النان انفيزيف ميكانيكال فنتيشن از ديليفري اوف ميكانيكال فنتيشن. هديله ميكانيكال فنتيشن انما بدل ما ايه؟ حاطط الانتركيل تيوب هديله حاجه الازم الانتركيل تيوب وهو الايه الانترفيس او الروس. تمام؟ The use of non-invasive to treat has been expanded tremendously. في سنة 90 أو سنة 81 بالظبط سوليفان اخترع السيبر أو اكتشف السيبر، وكان ميجور بريك ثرو إن ذا تريتمنت أوف أوبستراكتيف سليب أبنيا. بعد كده بدأ يبقى فيه فوليوم فنتليتورز أو non-invasive فوليوم فنتليتورز. بعدين بعد كده ريسبيرونكس دخلت الباي ليفل فنتليتورز في بداية التسعينات أواخر التسعينات. الجراف ده فيري امبورتنت بيوريني الاتي، بيوريني ده اليوز اوف نان انفيزيف ميكانيكال فنتليشن من 2000 لغايه 2012. شايفين الجروث ايه اخباره؟ خلاص. الحاجه الثانيه تقريبا النمبر عمال بيزيد، استخدام النان انفيزيف ميكانيكال فنتليشن عمال بيزيد، الاستخدام مش استخدام بس النان انفيزيف ميكانيكال فنتليشن. لو ملاحظين حاجه ثانيه ان الفيلير كان في الاول نسبته عاليه، بعد كده الفيلر عمال بيقل 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 كل شويه. كل ده عشان مين؟ عشان نون انفيزيف ميكانيكال مش از ان ارت. طب نرجع تاني، مش مجرد 1+1 بيساوي 2، سام تايمز 1+1 بيساوي 10. تمام؟ الاكسبيرينس بتاعتك، السكيل بتاعتك، دول يخلوا اليوز اوف نون انفيزيف ميكانيكال مش فيري فروتفول للعيان. وبالتالي استخدام النون انفيزيف ميكانيكال مش زاد، وفي نفس الوقت الريت بتاع الفيلر قل. وبالتالي الاكسبانشن اوف سبيكترم اللي احنا كنا بنستخدمه قبل كده كان في كونترا انديكيشن للنان انفيزيف فنتليشن، ما بقاش كونترا انديكيشن للنان انفيزيف فنتليشن، بقى الاستخدام الاوقع ليها هو الريلاتيف كوشن، يعني استخدم النان انفيزيف بس يبقى عندي ريلاتيف كوشن في بعض الايه؟ بعض الانديكيشن زي ما ايه؟ زي ما هنشوف بعد شويه. ده الجراف اللي انا عايز اركز عليه شويه، ان احنا بالاكسبيرينس عشان كده في الفيلير ذات نفسه بيعتمد على مين؟ على السكيل والاكسبيرينس اوف ذا تيم يوزنج النون انفيزيف ميكانيكال. كل ما الاكسبيرينس بتاعتك تزيد كل ما الكونتر انديكيشن تقل، كل ما الكونتر انديكيشن تبقى كوشن اند سو اون زي ما هتشوف بعد شويه. تمام؟ ده اللي ايه؟ ده الاكسبيرينس بتاعتك. عشان كده ات از ان ارت. فن. الفن ده ما فيهوش 1+1 يساوي 2، لا، في ان انا عندي ايديا، عندي ايدياز، والايدياز دي ممكن اطورها وممكن ان انا حتى لو في اوبستكل احاول ان انا اتغلب عليها. تمام؟ عشان كده محتاج بقول لك انا the ability of the clinician to choose case by case the best ingredient، كل اللي تشابيك زي patient selection، زي الانترفيس والفنتليتر، كل دول. ونقطه ثانيه مهمه to avoid delayed intubation. على فكره النون انفيزيف ميكانيكال فنتليشن ما بيتعاركش مع الانفيزيف ميكانيكال فنتليشن. ده له دور وده له دور. تمام؟ في بعض الناس بتفتكر ان فيلير اوف نون انفيزيف فنتليشن از فيلير ليها هي. وده غلط. نون انفيزيف فنتليشن هو فيلير. تمام؟ ممكن يحصل ايرلي، ممكن يحصل ليت، بس النقطه الاهم من الايرلي والليت ان هو ديلايد انتيوبيشن از مور هازاردس زين ان انا افايت اقول ان انا جدع وان انا قادر اعدي بالعين. لا، انت عندك تايم فريم، التايم فريم ده لو استخدمته ايرلي، لو استخدمت النون انفيزيف فنتليشن ايرلي ممكن يجيب نتائج، لو استخدمته تو ايرلي ممكن ما يجيبش نتائج. يعني في يجي لي عيان بي اتش بتاعته 7 مثلا 34 والعيان رافض ان هو يستخدم النون انفيزيف، انا اقول له انت الانديكيشن بتاعك تحط النون انفيزيف، هو رافض ان هو يستخدم النون انفيزيف، استنى عليه شويه. تمام؟
منه بلاد جاز بعد شوي الدنيا اتحسنت خلاص خير مبارك الدنيا ما اتحسنتش حاول تقنعه بالهدايا تمام يعني قصدي ده استخدامه تو ايرلي استخدامه تو ليت يكون عدى ليه فات الاولاني هي دي النقطه ده الارت ده الفن تمام ليه لان انت اللي بتماستر القصه انت ككلينيشن اللي بتقول ده يعدي ده لو انا استنيت عليه شويه هيعدي ده لو انا لا ده مش هيعدي خالص فلازم اي انتوبيت ايرلي هي دي النقطه المين الاهم وبالتالي بيشنت سيليكشن لازم اختار العيان بتاعي جود كانديديت والكانديديت ده يزيد مع الاكسبيرينس كل ما الاكسبيرينس بتاعتي تبقى احسن كل ما السيليكشن بتاعي يبقى مين يبقى اكتر ده البيشنت سيليكشن نقطه ثانيه الانترفيس مهم جدا استخدام الانترفيس الانترفيس هو الباب الملكي للفيلير او للسكسس زي ما هنشوف بعد شويه في محاضره الانترفيس التشويس اوف فنتليتور نقطه مهمه جدا في النون انفيزبل فنتليشن وات ايفر الفنتليتور اللي انت تستخدمه لازم عارف الكابابيلتيز بتاعته لازم تقول الفنتليتور ده بيديني 1 2 3 4 لازم ابقى عارفه باي هارت لازم ابقى عارف ان انا ازود ازاي اقلل ايه اللي يزيد ايه اللي يقل مهم جدا مفيش حاجه اسمها ان هو ايه ان انا اجيب احدث فنتليتور وانا مش عارف الاكتف انجريدينت فتره في مره من المرات كنت في حته فعمال بمر على مين على الفنتليتور فالفنتليتور بدي الارم طب يا جماعه بدي الارم ليه اصل السنسور بايظ فروحنا يعني جيت جنب الفنتليتور لقيت التظبيطه بتاعه الفنتليتور مش متظبطه مظبوط عيان عيان اي ار دي اس في كارديولوجي ديبارتمنت حط مقطوع نان انفيز ميكانيكال فيش تاخد تايدل فوليوم لتر او لتر ونص والانسبيرت تايم 3 ثواني والاكسبيريشن ثانيه ونص والعيانه فايتنج وده كل ده عمال بيقول لي النايب بتاع الكارديولوجي لا اصل هي يعني ايه؟ يعني دايما شادين وعافلين ده بص مش كده يا جماعه لو الميكانيكال كونديشنر ما اتظبطش لو انت ما عملتوش هتليجر خلاص لا الدنيا هتفيل ديفنت بس اهم حاجه لازم نتعلم من الفيل مش بص ده احنا قلنا بالظبط ده اللي ايه الانجريدينت للسكسس بيشنت سيلكشن فنتليتور ده والانترفيسز واهم حاجه دو نوت ديلي الايه الانتج تمام الانديكيشنز اوف ميكانيكال فنتليشن الانديكيشن اوف نان انفيزيف ميكانيكال فنتليشن هو بيت سايد انكريس ديستيا وتاكيبتيا وساينز اوف انكريس ورك اوف بريذنج اكسسوري ماسل يوز ابدومينال بارادوكس الجاز اكسشينج افكشن البي اتش بتاعتنا اقل من 7.35 بي اي سي او 2 اكتر من 45 الهايبوكسيميا بي اف ريشيو اقل من ده الانديكيشنز فور ما هو ده هو ريسبيرتوري فيلير مش دول ريسبيرتوري فيلير انما في عندي نوعين من ريسبيرتوري فيلير في لانج فيلير اللي هو الهايبوكسيميك ريسبيرتوري فيلير وفي بامب فيلير اللي هو الهايبر كابتن اند هايبوكسيميك مين ريسبيرتوري فيلير ويتش اوف ويتش مين هينجح معانا اعتقد اللي هينجح معانا النون انفيزيف بينجح اكتر في مين في البامب فيلير بيزود تايدل فوليوم بيزود مش عارف يحسن جهاز اكستشينج يعمل انلود ريسبيرتوري ماسل زي ما احنا بنشوف فاستخدمنا اللي هو في مين في الهايبر كابتن ريسبيرتوري فيلير هيبقى مور افكتيف عن العيانين بتوع الايه ده عشان كده الريكومنديشن فور يوز اوف نون انفيزيف ميكانيكال فنتليشن في هنا very strong recommendation لو systemic review systematic review randomized control trial or individual randomized control trial يقول لي في أربعة major indications دول اللي هم اسمهم الفابيلس فور الأربعة الشهار جدا اللي هم لازم أربعة acute exacerbation of chronic bronchitis cardiogenic pulmonary edema أثناء immunocompromised والweaning from mechanical ventilation في NICU الأربعة دول there is evidence favorable use و evidence of caution use مفيش اي حاجه الاربعه الكبار acute exacerbation chronic bronchitis cardiogenic pulmonary edema immunocompromised respiratory failure في immunocompromised patients واخر حاجه weaning of mechanical ventilation تمام هنتكلم عن الاربعه دول النهارده in details بعد ايه بعد شويه بس دول الاربعه تمام في بقى ممكن حاجات ثانيه تستخدم دول فابيلس فور اللي هم البيتلز الاربعه شوار جدا cardiogenic سي او بي دي cardiogenic pulmonary edema respiratory تمام النقطة الأهم مش بس الأربعة دول ده التايمنج ايرلي ولا ليت؟ لا كل ما تستخدمه بدري كل ما الأمور تبقى كويسة بس مش بدري قوي زي ما احنا قلنا لو العيان لازم تقنع العيان لأن النان انفيزيف فنتليشن مختلف عن الانفيزيف في الانفيزيف إن أنت لازم تقنع العيان هنا بدل ما هتقنع العيان وتتكلم معاه وتديله قصة مختلفة شوية عشان كده لازم في ده الجولدن كلينيكال انكيشن رايت تايم فريم ما يبقاش ليت وما بقاش تو ايرلي عشان العيان ما ايه؟ عشان كده ده ان ارت انت اللي بت ايه؟
انت اللي بتظبط، بتشوف العيان هيستجيب ما يستجيبش عنده. تمام؟ بقيه القصص do not intubate in the stage palliative treatment، استخدمه او ما تستخدموش مفيش مشكله فيه، ممكن تستخدمه او لا، انما يعني مش هم الاربعه دول الايه indication بتاعي. تمام؟ بقى كيس سيريز بولي كنترول ده فيري اولد، استخدمه ولا لا؟ ممكن تستخدمه سيستيك فايبروزس يعني برونكايتس، واي نوت، ممكن تستخدمه بس لو عشان السكريشن بتاعه. ايه الكونترا انديكيشن عندي؟ هم مين؟ ابسوليوت كونترا انديكيشن وريليف كونترا انديكيشن لازم ابقى عارفهم، يعني مش لازم اعرفهم قوي، انما لو احنا نلاحظ هنا ميديكالي ان ستيبل هايبوتنسيف شوك اند كنترول كارديو اسكيميا اريزميا اجيتيشن وان كوبريتيف and able to protect the airway, swallowing impairment, excessive secretion not managed by secretions, multiple organ failure, recent upper airway or upper GIT surgery. دول contraindication to non-invasive mechanical breathing. Contraindication دول جم منين؟ نعم؟ لا مش complication. دول جم من exclusion criteria بتاعت الناس. يعني الناس اللي بتعمل ستادي بتعمل ادفانس كنترول قال لك انا هاكسكلود 1 2 3، واحد تاني قال لك 1 2 3 4، واحد تالت قال لك كذا، فقال لك طب نجمعهم، انما ما كانوش على بيز. والدليل على كده ان هم بعد شويه لقوا الكلام ده مش مظبوط، بمعنى العيان احنا قلنا الكوماتوز. تمام؟ الكوماتوز ده هايبركابنيك ريسبيرتوري، هنا نان انفيزن بوست بريشر فنتيشن تو تريت هايبركابنيك كوما سكند تو ريسبيرتوري فيلي. ده كان استادي قال لك وي كونكلود ذات ان سيلكتد بيشنت ويز هايبركابنيك كوماتوز كوما سكند تو اكيوت ريسبيرتوري فيلير كان بي تريتد سكسسفلي ويز نان انفيزن. ده حاجه. السيرجي ابر ابدومينال سيرجي واحد تاني برضه قال لك نان انفيزن فور تريتمنت بوست اوبرتيف افتر او سبجكتيف ابر ابدومينال اللي هو كان كونترا انديكيشن، قال لك لا ده انت ممكن تستخدمه. Use of that may decrease the incidence of endotracheal intubation related complication without increasing the risk of anastomotic leakage after the surgery. وبالتالي القصه كلها مش ان انا زود الاكسبيرينس هتقلل الكونترا انديكيشن. عشان كده قال لك طب ما تعمل حاجه ثانيه ان هو تقول ان دول situation requiring special care. خلي بالك اكتر منهم، انما مش كونترا انديكيشن. Recent upper surgery upper airway or gastrointestinal tract surgery in a bed to protect the airway hemodynamic instability. كان دكتور محمد المره اللي فاتت اتكلم قال لك طب hemodynamic وما اتكلموش عن hemodynamic instability، مع ان في بعض العيانين انت لما تستخدم السيباب الامور مش بتقلل فينس ريتيرن وبتقلل البرمونري ديما، لا طب ده ممكن كانت تشير مع hemodynamic instability. تمام؟ impaired consciousness واحنا اتكلمنا عليه، نوع عينين هايبركابنيك، الفوميتنج، الكونجيشن، الكونفيوجن والاجيتيشن، ده بالعكس سام تايمز اكوردنج انت بتستخدم النون انفيزيف بين. لو انت بتستخدم النون انفيزيف جوه الاي سي يو هتستخدم مين؟ هتستخدم سنسيتيف زي ما هنشوف بعد شويه، تستخدم سنسيتيف انكزايوليتيك ممكن تستخدمه وبالتالي تعدي العيان فتره الاجيتيشن الاولانيه، فكل دول سيتويشن ريكوايرنج سبيشال كير وذ نون انفيزيف. تمام؟ مش ابسوليوت او ريليف كونترا انديكيشن. ما فكرش، لا فكر، انما اخلي بالي ان ممكن في عندي مشاكل في مين في التسليم. تمام؟ طب احنا عمالين نتكلم على مين؟ النان انفيزيف ميكانيكال انفيتيشن، وهو بالظبط ميكانيكال انفيتيشن مختلف عن الانفيزيف ميكانيكال انفيتيشن، مختلف عنه في ايه؟ تمام؟ هما الاثنين واحد، هما الاثنين ميكانيكال انفيتيشن وكان الله بس بقى. تمام؟ بالظبط نفس اللي بيعمله ميكانيكال انفيتيشن انفيزيف ميكانيكال انفيتيشن هيعمله النان انفيزيف ميكانيكال. انما النان انفيزيف ميكانيكال انفيتيشن في شويه اختلافات. تمام؟ مهمه وانا عارف الاختلافات دي لان غالبا يعني هيعتمد عليها او هيطلع منها حاجات. الاختلافات اللي موجوده دي اول حاجه النان انفيزيف ميكانيكال انفيتيشن باي لو ماست بي ليكي. لازم يبقى في عنده سام سورت اوف ليك موجود. تمام؟ يبقى اما هاجي اختار الفنتليتور لازم اختار الفنتليتور اللي كان كومبنسيت فور ذا ليك. لان الليك اساسا هتخلي التايدل فوليوم يقل. هيخلي اسينكرون، هيعمل سام سورت اوف اوتوبيب، سام سورت اوف ان هو يحصل ديليت سايكلينج، حاجات كتيره جدا. فلو انا مش عارف ان في عندي ليه واللي بيفرق الفنتليتورز عن الثاني عن الثالث، في فنتليتورز يبقى ب 20 25 وفي فنتليتور ب 125000. هما الاثنين نان انفيزيف، هما الاثنين باي ليفل فنتليتور. ايه اللي بيفرق ده عن ده؟ الابيليتي تو كومبنسيت فور ذا ليه المودز الانسب، حاجات كتيره.
بس اهم حاجه لازم اتعرف ايه الفرق ما بين مين انفيزيف ونان انفيزيف. اول فرق حكايه الايه الليك، تمام، اللي هو انتنشن، عندي انتنشنال ليك اللي هو متظبط بال، وان انتنشنال ليك اللي هو بيبقى مين ده اللي غير محسوب، تمام. طب ما هو غير محسوب، طب الجهاز يقدر يحسبه؟ يقدر يحسبه، تمام، بس يقدر يحسبه ازاي؟ لازم في ديوال ليم، لازم في الانترفيس متوصل يا اما بسنجل ليم يا اما ديوال ليم، تمام. ديوال ليم واحد انسبيريشن واحد اكسبيريشن، وسنجل ليم ما فيهوش مين اكسبيريشن، كله داخل انسبيريشن واكسبيريشن. هنا الليك كومبنسيشن هيبقى اقل شويه لان مش هقدر احسب قوي الليك معايا يا جماعه ولا لا؟ فدي نقطه مهمه جدا. واحد اللي بيفرق واحد عن الثاني هو جزء اللي ايه؟ وجود اللي ايه؟ الليك، تمام؟ اول حاجه الليك الانرنت ليك اللي موجود، والليك ده بايلو موجود في النان انفيجن ميكانيكال. ايام زمان كان سام تايمز بعض الناس تستخدم سيباك ماسك وتوصله على مين؟ على الجهاز الاي سي يو فنتليتور اللي هو نوت ديزاين فور ذا ليك كومبنسيشن. وده بيقول لك اه لا النتائج مش كويسه، ما النتائج مش كويسه عشان ده هنا في ليك وانت هنا مش كومبنسيتد فور ذا ليك، فعشان كده الاي سي. انما النيور جنريشن اوف اي سي يو فنتليتور فيها ايه؟ ان اي في مود، نان انفيزيف فنتليشن مود. المود ده مختلف ممكن استخدمه وي كان كومبنسيت فور ذا مين؟ فور ذا ليك. قبل كده الاي سي يو فنتليتور ما كانش، ما تعرفش ان هو كومبنسيت فور، ما بتشوفوش اصلا. والباي ليفل فنتليتور اللي هو البورتبل فنتليتور هم اللي كانوا كان كومبنسيت فور ذا مين؟ فور ذا ليك. ده اول حاجه، تمام. الحاجه الثانيه ممكن هيعمل لي مين؟ بوست بريشر. البوست بريشر مش ترانسميت بس الاير واي، ده ترانسميت الاير واي ومين؟ والاسوفيجاس. يفتح جزء الاسوفيجاس، اما يفتح جزء يبقى جزء الاسبيريشن ممكن يبقى مين؟ يبقى عالي بالنسبه لي. انما في ادفانتج ثاني لمين؟ للنان انفيزيف، ان انا ممكن اشيل عين، اشيل الماسك بتاع النان انفيزيف، فالعين يقدر ايه؟ يكح ويقدر ايه؟ يعمل يكح وممكن ما يحصلش اسبيريشن اساسا لان شايفه هو يعني سيمي سيتنج بالنسبه لي. فده درو باك وده ادفانتج، خلي بالي بس. عشان كده يقول لك ما تعليش الاي باب اللي هو الانسبيراتي بوست في اير بريشر عن 25 سنتيمتر ووتر عشان اللور سفنكتر اللور سجير سفنكتر ما يفتحش معاك، تمام. انما انا بشيل العين وبشيل الماسك والعين يقدر ان هو مين يبلع ويقدر ان هو يتكلم معايا ويقدر ان هو يكح. فدي ايه؟ ده ادفانتج وديس ادفانتج في نفس الوقت. اعرف بس الحاجه اللي وين والحاجه اللي مين اللي اجنس، تمام. طيب في حاجه ثانيه، انا ما دام استخدمنا ماسك واستخدمنا سنجل ليم يبقى بالتالي طب ما العين هياخد نفس ويخرجه، طب ما هو بيخرج النفس ده عباره عن مين؟ عباره عن CO2، وبالتالي يحصل سام سورت اوف CO2 ريبريذنج. عشان كده انا في الفنتلاتوري استراتيجي لازم احط حاجه اسمها مينيمم اي باب. المينيمم اي باب الاند اكسبيراتوري او الاكسبيراتوري بوست اير واي بريشر ده عشان امنع CO2 ايه؟ ريبريذنج. اذا باي لو في عندي حاجه مهمه جدا، لازم في النون انفيزيف ميكانيكال فليش الاي باب يبقى كام؟ يبقى 4 عشان امنع كربون دايوكسيد ريبريد، سواء بقى استخدمت سنجل ليم او سواء استخدمت ديول. سنجل ليم لازم يبقى مين الاي باب بتاعي 4 عشان ايه؟ او استخدم اكسبيراتري مين؟ اكسبيراتري فالف زي ما هنشوف. اتفقنا؟ ده برضه نفس الحكايه على سرعه قول لو حد مثلا عندك عجين 3 و4. ما هو 3 لا ده 3 و4 اللي كانوا قبل كده. اللي هو الاسبيريشن ريز، ما هو ده بقى الجزء الاسبيريشن. لا انا قصدي الاسوفيك اسمها ايه؟ الاسوفيك اسمه ممكن يحصل الفوميتنج فيحصل جزء الريسك اوف اسبيريشن. فانا قلت الادفانتج بقى يعني ده وده وده. والاير واي سكشن ما انا عين هيكح انا بشيل. يعني هي النقطه ان انا في الانتروجين انتيوبيشن بقدر اشفط زي الفل، انما بدخل انفكشن وده فورين بودي، فالفورين بودي يزود السكريشنز. هنا بقى لا القصه مش كده، انا اوريدي هشيل الماسك والعين هيكح وبالتالي هو وهيدو ريزيرف مين؟ الاميونيتي بتاعت مين؟ بتاعت الريسبيراتور. فده درو باك وده ادفانتج وده ديسادفانتج. وانا بشوف مين البريدومينت بالنسبه لي، اتفقنا؟ نيجي نقطه مهمه جدا في الفرق ما بين الاي سي يو فنتليتورز والنون انفيزبل. النان انفيزيف فنتليتور او الباي ليفل فنتليتور بيبدا من الصفر، ما بيقراش غير من زيرو. اللي هو البورتبل فنتليتور ما بيقراش غير من الزيرو. عشان كده لو انا حطيت حاجه اسمها اي باب 15
يبقى ده منين؟ من الزيرو ليفل. بيبدا من الزيرو، هو اوتوماتيكلي هو ديزاين ان هو يبدا من الصفر. وبالتالي الاي باب 15 ان سبيراتري بوزيتيف اير ويف بتاع، لو انا حطيت 15 يبقى هو كان مين؟ 15. والاي باب 5 الفرق ما بينهم هو مين؟ البريشر سبورت. يبقى هنا 15 و5 الفرق كام؟ 10. فالانفيزيف ميكانيكال فنتليشن بيقرا من اباف ذا بي. وبالتالي لو انا حطيت اي باب او بريشر سبورت 15 يبقى ده 15 اباف لمين؟ ذا بي. معايا النقطه دي مش معايا؟ النون انفيزيف البورتابل فنتليتور بيقرا منين؟ من هو ديزاين كده. وده بيقرا منين؟ من البي اباف البي. عشان كده بقول لك انا حاطط اي باب، يبقى اي باب 15 ده قصده هنا ايه؟ اباف ذا بي. لو انا حاطط عيان على ميكانيكال فنتليشن وهويه وشلته من على الانفيزيف واحطه على مين؟ على بورتابل. وانا حاطط البريشر سبورت 15 والبي ب 5، احط كام في النون انفيزيف؟ 20 5. عشان فرقهم يفضل هو عشان الفرق يفضل هو زي ما هو مين؟ 15 سنتيمتر. ده نقطة مهمة. يبقى النون انفيزيف بيقرا من الزيرو والانفيزيف بيقرا من اباف ذا مين؟ ذا بي. بس ده فرق مهم جدا. عشان كده البريشر سبورت هنا فرق ما بين ده والبيب، وهنا البريشر سبورت ده اباف ذا بيب، وده الفرق ما بين الاي باب بطرح منه مين؟ الاي باب. واضحه يا جماعه ولا مش واضحه؟ واضحه ولا لا؟ دكتور نصر، دعاء، سمر، ناد، دكتور جنب ايه؟ خلاص؟ اهم نقطه زي ما حضرتك قلت عشان نقلة العيان، لو انا عشان نقلة عيان مثلا هيروح مثلا على كذا هضربها على كذا بالظبط عشان نقلة عيان. تمام. ده بقى الايه؟ ده الادفانتج بتاع الايه؟ بتاع النان انفيزيف ميكانيكال بروتكشن. وجود الماسك ده اللي بيقول على بريزرفيشن اوف بروتكتيف فانكشن، يقلل الريسك اوف اسبيريشن. يعني هو يقلل ولا يزود؟ هيعتمد صح ولا لا؟ ده بقى يعني قصدي ايه؟ ده ادفانتج وده ديس ادفانتج. وانت عارف بقى ان هو هنا يعني من ضمن مزايا ان الاسبيريشن هيقل شويه، حتى لو العين رجع وهتشيل المصل وخلي العين، لان العين هينزل يسد العين لما يرجع الثاني وهو اوبستراكتد وهو ده العين نايمان غالبا هيمين ممكن ياسبيريت لو الدنيا ديفليت. تمام. فطبعا باي يوزنج ذا ماسك انترفيس ستيلز ارتفيشال اير واي تايم بريزرفيشن بلوكت فانكشن عم بيتكلم وبيقلل ريسك اسبيريشن فروم ديفرنشال ماتيريال. تمام. البريك اللي انا بعملها بشيل انترميتنت لان ما بحطوش 24 ساعه، فالاول طبعا بحط فتره اطول، لان انما ما بحطوش 24 ساعه ممكن اعمل انترميتنت بريك العين يكح، اعمل له فيزيوثيرابي اكححه يساعدني، وبالتالي ده كل ده مين؟ ادفانتج لي يحسن الكمفورت ويريديوس سيديشن نيدز. الله يريديوس سيديشن. يبقى انا فانا في النون انفيزيف بستخدم السيديشن؟ بستخدمه ولا لا؟ لا صح ما بستخدمه. بستخدم ولا لا؟ اهو يا جماعه هي النقطة. أنت بتستخدم النون انفيزيف فين؟ هذا هو سين سؤال. ممكن النون انفيزيف يستخدم في الوورد، ممكن يستخدم في الامرجنسي ديبارتمنت، وده على فكرة بقى الاستخدامات الكتيرة، ممكن يستخدم في الأي سي يو. تمام؟ أنا في الأي سي يو أما أديله نون انفيزيف، أديله سيديشن، إيه اللي هيحصل؟ هو سين سؤال، إيه اللي هيحصل؟ العين ممكن يبقى ريلاكس، او العين ممكن يبقى انفيزيف. طب انا عندي مشكله في ايه؟ اديله تراي يعني اديله تراي. دي مشكله؟ ما عنديش مشكله خالص. وبالتالي دي تراي كنترول ذا تراي. لو العين عندك في المونيتور وشايفه والدنيا زي، انما عيان يبقى اجيتيتد وعامل لا او متربط ايديه. بقول لك انا الست والله يرى ما تربط ايديها يمين وشمال، اصلها عايزه تشيل الماسك. ما لازم تشيل الماسك. البارامترز اللي انت حاططها سيئه، بارامترز عاليه، بارامترز مش ماشيه، مش انتريتور اسينكري تماما، وانت مربط ايديها. طب يا عم تسيب ايديها وتظبط الدنيا والقصه بتختلف. معايا يا جماعه؟ ويكند سيديشن ممكن نستخدم، احنا بنستخدم ريمي فنتانيل او بنستخدم ديكساميتريدومايدين بريزيداكس. الاثنين دول الاوت وفيري افكتيف وحلو جدا وهايل. لان انت كل اللي انت عايزه يعني يكوبريت معاك.
سلايد سيليكشن مش ديب سيليكشن. خلاص طيب النون انفيزيف بيوجمنت مين؟ طبعا بيوجمنت التايدل فوليو في الميل فنتليشن. تمام؟ ليه؟ لان هو انا كل العين بياخد نفس خلاص بيبقى في اير واي بريشر عالي، الفرق بين الاي باب والاي باب هو ده مين؟ الاير واي، وبالتالي التايدل فوليو يخش يزيد، فيزيد مين؟ الالفيولار ايه؟ فنتليشن. طب والمينت فنتليشن يزيد، المينت فنتليشن ده هو عباره عن اسبيرات ريت في مين؟ في التايدل فوليو، يديني مين مينت فنتليشن؟ منه جزء الفيولار فنتليشن لو طرف منه الديد سبيس. معاك؟ وبالتالي كده كده هيزود يعمل مين؟ يعمل روش اوت لمين؟ للكربون ده ايه؟ دايوكسيد. تمام؟ لان الكربون دايوكسيد اصلا عباره عن كربون دايوكسيد برودكشن ومين؟ والفيولار فنتليشن والروش. الالفيولار فنتليشن لو زاد كربون دايوكسيد هيجي وانا عايزه ايه؟ يقل. العين اساسا هايبو فنتليشن. ده ريليشن ما بين تزود الالفيولار فنتليشن. نيجي بقى للانلود بالسبيرات. هو الريسبيرتي فيلر بيحصل عشان مين؟ عشان الكباسيتي بتاعة الماسل اللي هي جنريت وور عاليه جدا. تمام؟ يعني في عنده ريزيستنس عاليه جدا، فان هو يطلع يعمل انرجي عشان يوفركم اللودز دي عاليه قوي، وبالتالي هيبقى فيه. هنا البريشر جنريتد اد اير واي ماوس عباره عن محصله ان انت عايز توفركم الاستيك وريزيستنت وور. الاير واي ريزيستنس والالاستيستي بتاعت مين؟ بتاعت الرقبه. البريشر ده ممكن يطلع بمين؟ يا اما المصل لو العين سبونتينيوس، يا اما الفنتليتور لو العين على مين؟ على ميكانيكال فنتليشن بس كنترول، يا اما الاثنين مع بعض. لو انا لما بحط انفيزيف او نون انفيزيف ميكانيكال فنتليشن بقلل الورك امبوزد باي ذا مين؟ باي ذا ريسبيرتس. وبالتالي اقلل الورك فاعمل انلود لمين؟ اقلل الحمل عليها. تمام؟ في حد عمال يزق الحيطه، تمام؟ وهو مش قادر ينفخ حد، فانا باجي اسعد. خلاص؟ وبالتالي بعمل انلود لمين؟ للفنتلاتي المصل، انلود اخلي المصل ات جود بوزيشن، وبالتالي مين توش اوت كاربون دايوكسيد. تمام؟ يبقى ده الحاجه الثانيه المهمه جدا في مين؟ في ال التايد فوليوم هيلود ريسبيرتس. عايز بقى اقول حاجه ثانيه مهمه خلاص. الفنتلاتري كنترول سنتر. الفنتليشن بيبدا من فوق. تمام؟ طيب اما العيان يبقى ديستنج الفنتليشن يزيد، اما يبقى في قصاده لود الفنتليشن يزيد، اما يبقى في قصاده لود اكتر الفنتليشن يزيد ولا يقل؟ يبدا يقل. ليه؟ لان هو كده حاسس جاي له بقى من فوق ان هو ان المصل دي هتفيل كمان شويه، فقلل شويه الايه؟ الاوتبوت بتاعه. اما انا استخدم النون انفيزيف ميكانيكال فنتليشن ايه اللي هيحصل؟ بيريست مره ثانيه الفنتليتور كنترول سنتر. معايا يا جماعه؟ يعني يريست البي اتش تبدا مين؟ تبدا تتحسن، بدل ما هي كانت بقت 27 بقينا 735. السي او 2 بدل ما هو كان 60 او 70 بقينا 50 بقينا 40. البيئه الاكسجين بدل ما هو كان 50 بقينا 70. كل ده يعمل ريست مره ثانيه للفنتلاتوري كنترول سنتر، فنتلاتوري كنترول سنتر اللي موجود في ده. فالنان انفيزيف اندايركتلي عن طريق ان هو يحسن يعمل مصل انلود، يحسن اوكسجينيشن، يعمل روش اوت الكربون دايوكسيد، يحسن البي اتش، كل ده بيعمل ريسيت لمين؟ للفنتلاتوري كنترول سنتر او فنتليشن كنترول سنتر اللي موجود في مين؟ في حتى ايفن لو انا استخدمته ساعتين او ثلاثه، لانه بيظبط الدنيا فياخد فتره اطول. ظبط الدنيا عشان كده ده البوليسي ورا ان انا مين استخدمه انترميتنتلي، ان انا ممكن اشيل لان الايفكت اوف بي اتش تشينج في البي اتش تشينج في البي سي او 2 بيستمر لفتره، وبالتالي ممكن اعمل انترميتنسي في مين؟ في الماسك. الفتره الاولانيه بتبقى طبعا اطول فتره ممكنه لو العيان اتحسن، وبعدين بعد كده ابدا اشيله واخلي العيان ايه يتنفس ويمنتين مين؟ الفنتلاتري كنترول سنتر. اتفقنا يا جماعه؟ النقطه المهم اهو ان النون انفيزيف جروب جاز اكسشينج بيحسن البي اتش، يفكت الانتنسي اوف ريسبيراتوري ماسل، اوكسجينيشن برضه الانتنسي اوف الماسل، وبالتالي الايفورت والتايمنج كل ده بيقلوا يانلود الماسلز فيحسن ريسبيراتوري ماسل لود، فيفكت الانتنسي والتايمنج اوف ذا مين اوف ذا فنتلتري كنترول سنتر، بالاضافه ان هو كمان بيقلل الديسبيا
فيانا نيورولوجيكال ستراكشر فانكشن انتجري كل ده يحسن السنسيشن اوف ديسني عند جميع العيان ويحسن للمنزافيس. تمام؟ ده بقى سامري اوف ذا مين اوف ذا نون انفيزيف بيعمل ايه بالظبط؟ يعني لو ذا ريسبيراتوري ماسل جاز تشينج والادفير فنتريشن افويد لايف ثريتنينج افويد لايف ثريتنينج ريس كورليت وذ ذا يوز اوف ارتفيشال اير واي اللي هي الابر اير واي تروما البيشنت ديسكمفورت من مايند ذا ريسك اوف الباب كل دول اللي هو ستريت ويز انتروجيت انتوبيشن. تمام؟ وقال له اورال بيتنسي كمان وانترميتنت فنتريشن وبالتالي ياكل ويشرب كل دول ادفانتج اوف نان انفيزيف ميكانيكال كده. تمام يا جماعه؟ خلاص ده اتكلمنا ده عليه كل ده في الليك والقصه كلها. حد عايز يسال حاجه في الجزء الاولاني الانتروكشن دي عن نان انفيزيف ميكانيكال فنتريشن؟ بس كنت النان انفيزيف فنتريشن الباي باب ناقص الايباب فين البيرش سبورت فين؟ نان انفيزيف الباي باب ناقص ما هو الفرق ما بين بريش سبورت هو الفرق ما بين الاي باب والايه والاي باب فوق الاي باب يعني هو اللي هنا البريش سبورت هو اي باب لو انا حاطط 15 مثلا الاي باب لو انا حاطط 15 فاهمني يبقى هم 15 بريش سبورت انما في الاي باب في النون انفيزيف في البورتبل فنتليتور لو انا حاطط 15 والاي باب 5 يبقى الفرق هو 10 سنتيمتر اللي هو بريش سبورت 10 سنتيمتر. حد يسأل حاجة يا جماعة؟ يا أيها الزملاء الأفاضل واضحة؟ واضحة؟ كان عن مود المودز اوف ميكانيكال فنتليشن هو مين؟ أنتوا تلقاه إيه؟ هو ده هو ده يعني هو انفيزيف هو مين؟ ما الاثنين واحد تمام؟ الفرق في إيه؟ في الانترفيس بس وفرق مسميات ليتر اون تمام الانترفيس بس هو الانترفيس انترفيس انتروجيل انتويشن انترفيس ماس بقى انواعه قلت بقى اورال فين زي ما هي زي ما هنعرف انما هي ايه فوليوم تارجت فوليوم بريشر فوليوم وبريشر عادي هو ده هو ما فيش فرق ما بين الايه الاثنين وبعض تمام طبعا الادفانتج اوف ذا فوليوم از ايه الادفانتج بتاع الفوليوم فوليوم فنتليشن التايتل فوليوم از جارانتيد هياخد 500 هياخد 400 هياخد وات ايفر وبالتالي ده مين انما الديس ادفانتج ما بيعتمدش على مين على الميكانيكس بتاعت مين بتاعت اللنج وبالتالي ممكن ادي 500 ابص الاقي ليه الجهاز بايه بيزمر تمام ادي 500 هياخد ال 500 غصبا عني وبالتالي ما بيعتمدش على مين على البيشنت او على البيشنت ميكانيكس على اللنج ميكانيكس بتاعت العيان عشان كده ده انما هيدي مينت فنتيشن وانا عايز مينت فنتيشن هيدي مينت فنتيشن زي ما انا عايز 10 في 500 ده المينت فنتيشن بتاع السيت تمام ده الفول ده الادفانتج اوف ذا مين اوف ذا فوليوم على فكره اول نان انفيزيف فنتيتورز كانت فوليوم تارجت فنتيشن انما في عيب خطير في الفوليوم الا وهو فوليوم فنتيتورز العيب الخطير بتاعها هو كانوت كومبنسيت فور ذا ليك مش احنا قلنا كده في الاول عشان كده البريشر كان كومبنسيت فور يقيس الليك يلاقي فيه ليك يكمبنسيت فور ات ان هو يعلي زي ما هنجيب تمام ده فوليوم تارجت عندي بعد كده احنا قلنا لو في ليك نو انكريز ان ذا فلو ريت تو كومبنسيت فور ات تمام وبالتالي تايد الفوليوم هيبقى مين؟ هيبقى لوست في الايه؟ في ليك ومش هديني الارم بريشر تارجت فنتليشن هو ده بقى اللي ايه؟ اللي معظم النون انفيزيف بتشتغل على مين؟ على جزء البريشر تارجت فنتليشن ليه؟ لان انا بدي بريشر وبيدي سيلريتنج فلو وبالتالي بيعتمد على مين؟ على اللنج ميكانكس بتاعت العيان الكومبلاينس ريسك. طيب الفوليوم هنا عيبه ان هو فاريبل مش ثابت انما الفلو دي سيلريتنج وميزه الفلو دي سيلريتنج ان انا عندي الالفيولاي كلها مش واحده مش كل الالفيولاي ثابته لا ده عندي سلو الفيولاي وعندي رابل الفيولاي في حاجه تملى بسرعه وفي حاجه تملى قليل وبالتالي لو انا مليت بسرعه طب والقليلين دول طب لازم اخد تايم فعشان كده لازم الفلو كمان ايه؟ يفرق مع مين مع مين فعشان كده البريشر فنتليتور او البريشر تارجتد فنتليشن سوبيريور على مين على الفوليوم تارجت فنتليتور هنا كمان الحاجه الثانيه ان كان كومبنسيت فور ذا مين فور ذا ليك كان كومبنسيت فور ذا ليك وبالتالي قبل كده كان فوليوم تارجت فنتليشن وقع الفوليوم تارجت فنتليشن وحطوا بعد كده بريشر تارجت واما حطوا بريشر اعتمدوا على التايم اول حاجه خالص على التايم فنتليتور كل ده
الادفانتج للريسبيرونكس. وبعدين بعد التايم بقينا تايمز يعني اند سو اون, بقينا سبونتينيوس وبقينا سبونتينيوس تايمز اند سو اون زي ما هنا. تمام. فدان بريشر تارجت, الميزه بتاعت البريشر ان انت سايب العيان يتنفس يعمل زي ما هو عايز يعمل. تمام. وانا بحط البريشر اللي انا عايزه. طيب الفوليوم فاريبل, ده ديس ادفانتج لمين؟ للبريشر فينس. والادفانتج الثاني ان هو كان كومبنسيت فور ذا مين, فور ذا مين. تمام. انا فيو ما احسن, احنا قلنا الاحسن هو مين؟ هو البريشر. تمام. طيب افرض انا عايز بريشر وعايز فوليوم, اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ دعاء يبقى بريشر وطاش الفوليوم. طب اعمل ايه يعني؟ هدي بريشر واظبط الفوليوم بحيث يدي فرنج معين. اقول له انا عايز مثلا تايد الفوليوم ما يزيدش عن مثلا 500 كويس, وما يقلش عن 300 او 400 وادي رينج للبريشر سبورت. هي النقطه, انا بقول ان الفوليوم اللي انا عايزه 300, بثبت الفوليوم خلاص وبعمل رينج للبريشر. بريشر مينيم اي اللي هو الاي باب مين والاي باب ماكس. تمام. وهو ما بين الاثنين يوصلني لغايه مين؟ التارجتد فوليوم. ده اللي هو اسمه ايه؟ فوليوم اشورت, الفوليوم ثابت, بريشر سبورت. فوليوم اشورت, بريشر سبورت. الفوليوم ده التارجت الاصلي بتاعي اللي هو الادفانتج اللي هو ايه؟ اللي لاكينج في مين؟ في البريشر. خلاص لا خلاص خليه 500 او خليه 400 بس اوصل لده عن طريق رينج في بريشر. في الاول اي باب 10 خلاص لقيت التايدل فوليوم بتاعك 500 زي الفل, خليك على اي باب 10. تمام. لقيت التايدل فوليوم بعد شويه بقى 300, لا يبقى علي ال 10 دي خليها 15. تمام. لقيته لسه زي ما هو 400 يبقى علي ال 10 دي خليها لغايه ايه 20, او خلي 15 لغايه 20. عند 20 التايدل فوليوم بتاعك بقى 700, في اللي بعديها قلله مره ثانيه انسو. يبقى هو هنا اسمه فوليوم اشور بريشر سبورت. فوليوم هو التارجت والدعم عن طريق الفريشر. وبالتالي خدت الايه؟ الحسنيين, الفوليوم والايه؟ والبريشر في نفس الايه؟ في نفس الايه؟ نفس السقف. ده على فكره ده هيبريد مود او ديوال مود. ده ديوال مود ان انت, انا عندي عاده ان انت بتكنترول وان ايتم, هنا بتكنترول اثنين ايتمز موجوده اهي. ده شكل الفوليوم. انا هنا كده البريشر بعليه بعليه بعليه, والفوليوم لغايه ما اوصل للفوليوم الدنيا تبقى ثابت. الفوليوم هنا عالي او مقلل الايه؟ البريشر لغايه ما اوصل لمين؟ للتارجت او الفوليوم الشور اللي انا ايه؟ اللي انا خلاص. ده برضه ده نفس الفكره, ده التارجت فوليوم كده قليل او مزود البريشر بس وصلنا لغايه ما اوصل لمين؟ للتارجت فوليوم. يبقى الفوليوم هو التارجت والبريشر هو اللي ايه؟ السبورت. تمام؟ الجراف ده جراف شهير. تمام. ايه الجراف دوت يا ايها الزملاء الافاضل؟ ايه راجي؟ لا انا مش قصدي على اسيستنت بريشر كنترول ولا حاجه, مش قصدي على ده, قصدي ادرس بنات في سكه. مش ده بيتريجر وبعدين ده انسبيريشن وبعدين ده اكسبيريشن, يبقى ده انسبيريتري سايكل. تمام. ادي انسبيريتري سايكل حاجه تبدا, ما هو لازم حاجه تبدا وبعدين يحصل بريشرايزيشن. خلاص هنا بقى في ترمات هتبقى مختلفه على الانفيزيف ميكانيكال فيتليشن, تلاقي بريشرايزيشن او ريت اوف بريشرايزيشن. تمام. وفي ترمات ثابته زي التريجرنج زي السايكلينج, وفي ادفانتج كمان في السايكلينج. هنا السايكلينج قبل كده في المين في الانفيزيف ميكانيكال فنتيشن في الاولد فنتليتور كان اكسبيراتري سايكلينج ثابت, هنا لا السايكلينج مختلف فاريبل, ممكن اخليه 50 وممكن اخليه 70 وممكن اخليه 75 وممكن اخليه 25 على حسب انا محتاج الانسبيراتري تايم قليل ولا زي ما في حاجه كومن. التريجرنج ده ثابت في مين؟ في الانفيزيف والنون انفيزيف. البريشرايزيشن او الريت اوف بريشرايزيشن عندي هنا اسمه ريت اوف بريشرايزيشن, هناك اسمه بيك فلو. تمام. هنا اي باب, هناك بريشر سبورت. تمام. هنا سايكلينج اللي هو نهايه الايه؟ الانسبيريشن وبدايه الايه؟ الاكسبيريشن. ده اسمه السايكلينج, في تريجرنج وفي سايكل, ده الريسبيرتي سايكل العاديه بتاعت اي حته. تمام. انما هنا هيبقى في شويه اختلافات بسيطه. تمام. ادي التريجرنج, انا عاده الفنتليتور ببدا تريجر ازاي؟ ايه اللي بيتريجر الفنتليتور؟
فلو او بريشر او ايه كمان او تايم هم ثلاثه الثلاثه تريجرنج هم اني فيهم احسن البريشر ولا الفلو ولا التايم الفلو احسن تمام الفلو طب اظبط الفلو على قد كام 2 لتر بير مينت وبظبط البريشر على ماينس 2 طب خليها ماينس 5 او ماينس 6 عشان اخلي المصل بتاعت العين باور لا يا بقى اللي انت زود ورك وزي وزود جيم تمام فالتريجرنج بتاعي الانسبيرتور يمين يا بريشر يا فين يا فلو يا تايم التايم ده اللي هو يبقى سبونتينيوس زي ما اللي هيبدا السايكل هو مين هو التايم تمام البريشرايزيشن هو دخول الهواء بسرعة ادخله بسرعة ولا ادخله قليل ادخله بسرعة ليه ما ادخلوش قليل ممكن لو دخلت بسرعة العين يتخط البريشر دوت بيحط عليه ماسك وعايز يسنس ان فيه هواء داخله هو عيان انت جاي تخنقه تحط ماسك الماسك ده يعني تخيل بقى هو عيان وانت تقول له استنى وحطيته تحط له طب اول ما تحط ايه بلاش مش ساعه الواحد يخش كده البيت يقول له عايز هوا عايز هوا يقوم رايح قاعد قصاد المروحه او يعني يخلي الريش تكييف تبقى عليه وبعدين بعد شويه يقوم قايل لك لا والنبي ابعد انا بريت مش ده اللي بيحصل نفس الفكره طب هو كده حط الماسك بس خلي العيان ايه يسنس يقول لك خلاص كده كفايه هنقلل يعني فالبريشرايزيشن ريت هو سرعه دخول الهواء كل ما دخول الهواء يبقى سريع كل ما العين يحس بيه خلاص خصوصا العين العين ده عايز هواء يخش بسرعه الهواء اللي يخش بسرعه ده يبقى مين يبقى مريح بعد شويه قلل يبقى الريت اوف بريشرايزيشن عايزه يبقى مين يبقى عالي مبدئيا وبعدين بعد كده ايه يقل تمام بعد كده بوصل لغايه مين لما نرجع تاني الفاستر رايز تايم شون تو بي انلود ريسبيراتوري ماسل مور كومبليت تمام نرجع تاني على مين الانسبيراتوري بريشر ليفل اللي هو ايه الاي باب الاي باب بحط الاي باب قد ايه شعاع اي باب حسب معالج معالج من 10 يعني 20 اهو 25 اهو مين مزود 35 طب على حسب مفيش حاجه في يعني نرجع تاني برضه يعني قصدي ايه على حسب انا عايز ايه انا عايز تايدل فوليوم قد ايه خلاص عايز تايدل فوليوم قد ايه تايدل فوليوم التايدل فوليوم كامل هو بياخده العيان قول بيعتمد على ايه اي ده البودي قول 6 8 مللي بير كي جي اي ده البودي بس هذا هو المرض من رب العباد يبقى انا هدفي كده ببدا بكام يستحب ان انا ابدا ب 10 اي باب وكام اي باب؟ باي لو 4 ده اللي لسه قايلينها من شويه ليه 4؟ ليه 4 يا جماعه؟ عشان امنع مين؟ الريبريتنج غلط ففي حاجات كده باي لو ابدا اي باب 4 اي باب كام؟ 10 بعدين ازود بعد شويه اقل على حسب الايه؟ على حسب التايدل فوليوم اللي العيان ايه بياخده 6 من 8 من 6 ل 8 مللي بير كي جي بير سايكل هذا هو المراد من رب العباد وصلت لغايه كده عند 12 اي باب خلاص وصلت لغايه كده عند 15 كويس وصلت لغايه كده عند 20 تمام ازود بقى من 10 ل 20 ايه في قد ايه؟ كده انا عايز العيان يزيد على طول صح ولا لا؟ لا معلش المدرسين مساعدين عندنا بيقولوا لي لا طب هنا يقولوا براحتكم مساعدين بيقولوا لي لا تخيلوا انتوا رايكم ايه؟ نمشي مع مين فيهم؟ ما هو على 20 هيتحسن لا هي النقطة نرجع مرة تانية أنا لازم أعلي شوية بشوية فلازم ما ينفعش إن أنا أوصل من 10 ل 20 كده في دقيقة لازم أعمل إيه؟ 2 سنتيمتر ووتر كل دقيقتين ثلاثة العين استحملهم علي العين استحمل علي العين ده هو ده الدروباك الكبير بتاع مين؟ بتاع النون انفيزيف ان انت لازق جنب العيان اول ساعة في الانفيزيف انا ما اقلب حط اعمل وخلاص وخلاص اصبر عليه هنا في النون انفيزيف لا انت بتقعد جنب العيان ده بالعكس انك بتقعد جنب العيان وتكلمه وتقول له هنعمل كذا ومش عارف مين وامسك المقطع يعني زي ما هنشوف بعد كده في مين في الورك شوب امسك الماسك وشوف الدنيا ايه لا
الدنيا مختلف في النان انفيزبل. عشان ده على فكره ده من اللي مش مخليه يحصل مين وايد اكسبتنس قوي، الناس قليلين تمام. ولو انت قعدت جنب كل عيان ساعه ولا مش عارف مين غالبا يعني مش هتلاقي وقت لمين لبيت العيانين. فانا قصدي فهو ده اللي مخليه، انما ده فيري امبورتنت، دي الحاجات اللي بتخلي سكسس او فيلير. يعني من ضمن النان انفيزبل فيلير تمام ان انت ما عملتش اكوموديشن مع العيان مثلا. خلاص في حاجه مختلفه خالص، العيان ما اتكلمتش معاه، ما فهمتوش ايه اللي هيحصل، ما علتش شويه بشويه تمام. لان لو تتخيلوا، عارفين الماسك ده ريحته بيبقى وحش قوي، ولا انتوا ايه رايكم؟ عيان ده متعقم واستخدم 70 مره ومش عارف، تخيل بقى انت يبقى هو جاي من تحطيم شمه بس، فتخيل بقى الكتمه اللي موجوده وانت كمان، وكمان على فكره مش كده والترابز اللي حواليه بتكون ايه؟ مش طفو. لا مش طفو بس بقى، ده هي في الاول خالص بيجيبوا الترابز كويسه، بعد شويه بتقطع. فاحنا هنعمل ايه؟ على طول بقى شاش ويربط ويعمل فاهمني؟ وتخيل بقى الشاش. لا وبعدين ايه؟ طبعا تلاقي العيان بيلايك فتقوم عامل ايه؟ حط الشاش، زود فاهمني؟ زود الرابطه او اعمل قطعه. تخيل عيان انت خانقه وشد يعني فاهم يعني بالظبط. خلاص فده الايه؟ ده الانسبيراتوري. فببدا ب 10 والاي باب ببدا. طب يا جماعه باي ذا واي، لو العيان بقى هايبوكسيك، العيان الاي باب له علاقه بالهايبوكسي تمام؟ وبالتالي العيان هقول لكم العيان على بريشر سبورت او العيان على اي باب 15 واي باب 5 والعيان بقى هايبوكسي تعمل ايه؟ ازود الاي باب صح؟ برافو عليك. هنزود الاي باب كام؟ 5 7 قولي 5 7 او 8 اوصل لتارجت ان هو 90 على حلو برافو عليك هايل صح. انا يا جماعه اسئلتي مش بريئه. اما ارفع الاي باب اي هاف تو ارفع الاي باب صح. اما دي عشان كده عشان بريش سبورت تمام. عشان كده السؤال يبدو بريئا ان هو هتدخل علي الاي باب مفيش اي مشكله خالص، انما ما تنساش ان الفرق ما بينهم عامل لك بريشر سبورت وعامل لك تايدل فوليوم كويس. لو انا عليت الاي باب وما علتش الاي باب معاه بنفس مقدار الاي باب، انا بقلل بريشر سبورت، بقلل التايدل فوليوم، بقلل الاكسجينيشن بتاع مين؟ بتاع العيان. فعلي الاي باب بس قبل ما وانت بتعلي الاي باب تعلي مين؟ الاي باب بنفس الايه؟ القطر. بس الرقمين اللي حضرتك حاططهم من الاول كان الفرق بينهم كان كبير اكتر من اللي احنا المطلوب. يعني انا في السيف رينج، يعني انا حتى لو رفعت حضرتك كنت بتقول من 5 و15، انا لو رفعت الاي باب شويه انا لسه برضه في الرينج اللي هو انت ال 15 دول او البريشر سبورت 10 ده عامل لي تايدل فوليوم 6 مللي مثلا بير كيجي او 7 مللي بير كيجي. لو انا زودت من 5 ل 8 يبقى انا قللت تمام، وبالتالي التايدل فوليوم هيقل. اما التايدل فوليوم يبقى هايبو فنتليشن يبقى هايبوكسيك انا قصدي، وبالتالي بقى انا كاني ما عملتش خلاص. وارجع اقول طب ليه الدنيا ما ظبطتش؟ الدنيا ما ظبطتش عشان انا برضه في نفس الوقت ما زودتش الايه؟ يبقى زود الاي باب وزود الاي باب في نفس الوقت. دي النقطه اللي كنت عايزها. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ خلاص الاي باب قعد لفترة وهتلاقي في فنتليتورز المرة دي دخل بقى حاجة اسمها ايه؟ تي اي من وتي اي ماكس. ايه تي اي من وايه تي اي ماكس ده؟ مينيمم انسبيراتور تايم وماكسيمم انسبيراتور تايم. هو احنا عندنا في الانفيزيف ميكانيكال بوزيشن مينيمم وماكسيمم؟ بصوا كده فوق افتكر في الزراير، ما ده مهم في الزراير في مينيمم وماكسيمم، في الانفيزيف مفيش مينيمم وماكسيمم. هنا في مينيموم ومكسب، طب ليه؟ يلا يا دروس قول لي ليه؟ ما دام في مينيمم يبقى وماكسيمم يبقى ده زون سيفتي زون. سيفتي زون يبقى ممكن الانسبيريشن يطول قوي وبالتالي يبقى تي اي ماكس تمنع ان هو يطول. وممكن يقل قوي فالتي اي مين يمنع ان هو يقل. معايا يا جماعه؟ معايا؟ طب يطول قوي ازاي؟ انت الانسبيريشن ايوه في الليك. لو حصل ليكج ايه اللي بيحصل في السيستم اجماليا؟ في البريشر كل هيحصل في الليكج هيقوم معلي مين؟ الفلو. اما يعلي الفلو عشان يحصل سايكلينج عند 25% اوف ذا بيك فلو
ما يوصلش ل 25%. فيحصل حاجه اسمها انسبيراتوري هانجنج. الانسبيريشن يبقى مين؟ يبقى مستمر. بس الانسبيريشن ده مش عامل لي مفهوم. فلازم ايه؟ انهي بايه؟ تي اي ماكس. يا جماعه التي اي ماكس والتي اي مين، تمام؟ انا دلوقتي في البريشر سبورت او عموما سبونتينيوس بريشر، اما استخدم نون انفيزيف فنتليشن، اول ما يحصل ليك ايه اللي يحصل؟ الفلو يقوم زايد. عشان يكون احنا قلنا الفرق ما بين فنتليتور او مود ومود هو الابيليتي تو كومبنسيت فور ذا ليك. طيب هيكومبنسيت فور ذا ليك ازاي؟ ان هو ايه؟ يعلي لي الفلو عشان يمنتين البريشر. عشان على مين؟ الفلو. طب هنا الاكسبيريشن بايه؟ فلو سايكل لازم يوصل لغايه 50 او وات ايفر او 25% اوف ذا بيك فلو. عمره ما يوصل لغايه 20 او 25% لانه معليه عشان يكومبنسيت فور ذا مين؟ فور ذا ليك. فيبقى عندي احساس ان الانسبيريشن الجهاز ما يحسش ان العيان عايز ياخد مين اكسبيريشن. بيحصل حاجه اسمها انسبيراتوري مين؟ هانجنج. اول ما يحصل انسبيراتوري هانجنج التي اي ماكس ده يترمينيت السايكل، يقول لا كده كفايه قوي عليك انت هنا، انا ايه؟ خلي اكسبيريشن. نعم؟ الباك اب للسايكل. الباك اب للسايكل. معايا؟ واضحه يا جماعه ولا مش واضحه؟ هنشوفها بعد شويه. هنشوف الجرافيكال ديسبلاي. تمام؟ ده احنا قلنا السايكلينج التشينج من ايه؟ والسايكلينج كام بقى هنا بيحصل كام سايكلينج؟ يعني كام مود اوف سايكلينج؟ احنا قلنا في التريجر بيبدا بريشر وبيبدا مين؟ فلو وتايم. السايكلينج هنا ايه؟ فلو وتايم وايه تاني؟ وفوليوم؟ لا مفيش فوليوم. تمام؟ وبريشر؟ لا مفيش بريشر. يبقى فلو مين؟ وفوليوم. فلو تايم صح؟ والبريشر؟ مفيش. في ولا مفيش؟ البريشر از ان الارم ليميتنج. تمام؟ هيليمت البريشر، هيبقى ليميت. تمام؟ لو عالي البريشر قوي السايكل هتنتهي. معايا يا جماعه مش معايا؟ لو عالي البريشر مش انا بقى في الارمات عندي؟ الالمات دي ميزتها ايه؟ يعني بيقول لك لو البريشر عالي انهي السايكل، لو الفوليوم زي كده، لو الفوليوم عالي انهي السايكل، لو مش عارف مين عالي انهي السايكل، لو الريق. تمام؟ مش ده بيحصل؟ تمام؟ الالارمات دي عباره عن ليميتنج فاكتور تنهي السايكل. البريشر بتاعي انا مظبطه، كنا لسه بنمر من شويه، فالمهم طيب الفوليوم بتاعنا او يعني كان على بريشر كنترول، فقلبنا على مين؟ على فوليوم كنترول، فحطينا الفوليوم 500، فبصينا لقينا مين؟ شكل السايكل عماله بتنتهي بتنتهي بتنتهي. لقينا ايه القصه؟ ان البريشر كان ماله؟ البريشر كان اسايند ان هو له 33، علينا البريشر لغايه 50، كل الالارمات دي انتهت والسايكل كملت. الالارم از ليميتنج فاكتور، هينهي السايكل غصبا عني وعننا يعني. تمام؟ هنا اللي بيعمل سايكلينج حاجتين اساسيين هما فلو اند تايم. ده الجزء بتاع مين؟ بتاع الانسبيراتري فلو اللي اتكلم عليه، اللي هو هنا بقى المره دي فيه اكسبيراتري سايكلينج او اكسبيراتري. الاكسبيراتري سايكلينج ده هنا العادي بتاعنا 25% اوف ذا مين؟ اوف ذا بيك فلو. يعني اما البيك فلو انا باخد العيان ياخد نفس، اما النفس بقى يوصل بقى الايفورت بتاع العيان 25% اوف ذا بيك فلو، اقول له كده كفايه قوي عليك، العيان مش لازم يكمل، هياخد ايه؟ افتح له ايه؟ الاكسبيريشن. تمام؟ انا في وقت من الاوقات عايز ممكن اقلل الايه؟ التايمنج، الانسبيراتي تايمنج، اقلله ازاي؟ ان انا اخلي السايكلينج يحصل سايكلينج بدري عند 50% اوف ذا مين؟ اوف ذا بيك فلو، او عند 75% اوف ذا مين؟ اوف ذا بيك فلو، بقلل الانسبيراتي تايم. على اساس ادي فرصه لمين؟ للاكسبيريشن. واضحه دي يا جماعه؟ لا، خلي بالنا من ده. ده 50 وده كام؟ 75%. تمام؟ الفرق ما بين 75 و 25 الانسبيراتي تايم بايه؟ بيزيد. معايا يا جماعه؟ مش معايا؟ خلاص؟ ده بقى التايم سايكل والفلو سايكل زي ما بتكلم عليه، ده اللي بتكلم عليه بتاع التي اي ماكس والتي اي مين. خلاص؟ وده حاجه اسمها الرايز تايم او الرايز تايم او بريشرايزيشن
الاثنين هو او البيك فلو الناحيه الثانيه في الانفيز الميكانيكال ده. الرايز تايم ده المفروض ان هو يبقى كام؟ يبقى كام؟ كام يا راجل؟ اي بلاش يا راجل بس بقى اللي ما كانش موجود دي. زي ما الراجل بيقول خلاص هو مش واحد هتلاقي في الفنتليتور واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه تمام؟ عشان كده لازم ابقى عارف كل فنتليتور وات داز مين؟ واحد ده يعني ايه؟ اثنين يعني ايه؟ يعني ثلاثه يعني ايه؟ اللي هو مين؟ الرايز تايم ده بسرعه جدا ولا بدقوق واحد ده سريع قوي وسبعه قليل؟ يعني قصدي لازم ابقى عارف الرايز تايم او الريت بريشرزيشن او البيك فلو هنا مختلف. هنا بيستخدموا مين؟ الرايز تايم او الريت اوف بريشرزيشن. ده البريشر سبورت الفرق ما بين الاي باب والاي باب ده اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده تمام. احنا قلنا الاي باب ده الفرق البريشر سبورت عشان نعمل الايه؟ ده اللي اتكلمنا عليه الرايز تايم. ايه رايكم في الجراف اللي ده؟ ما رايكم يا جماعه؟ حد يقدر يكومنت على الجراف ده ايه اللي بيحصل في الاول؟ يعني ايه ده وايه ده؟ ده الفلو ده الرايز تايم. رايز تايم سريع خلى الانسبيرات تايم طويل، رايز تايم بطيء خلى الانسبيرات تايم، مع ان الاي باب ثابت. لو لاحظ تحت بقى تبص تحت هنا كده الاي باب اللي هو ايه؟ الانسبيرات بوزيتيف اير ريشر ثابت اللي هو بيديني مين؟ طيب الفوليوم تمام؟ انما هنا الانسبيرات تايم قل، اما مع السلو رايز تايم الانسبيرات تايم يقل. طيب الفوليوم غالبا هيقل، مع رابد رايز تايم هيزيد تايد الفوليوم يزيد الانسبيرشن. يبقى ممكن العب في تايد الفوليوم بكذا طريقه، مش شرط بس ان انا ازود مين؟ الاي باك. معايا؟ يعني زود الرايز تايم. لا بزود طيب دخلت هواء بسرعه بس الهواء مينتيند لهذه الفتره الانسبيرات الهواء مينتيند. يعني انت وصلت لغايه بص انت وصلت لغايه البريشر هنا التارجت بريشر فتره صغيره وبالتالي كل ده انسبيريشن وهنا وصلت فتره اطول كل ده الجزء ده بتاع مين؟ بتاع الانسبيريشن. يعني نرجع تاني من اول السايكل كل ده مين؟ ده الانسبيراتوري تايم كل ده بقينا ايه؟ الجزء بتاع مين؟ الجزء ده هو الايه؟ الانسبيراتوري تايم. لا يزيد تايد الفوليوم يزيد الفترة اللي تايد الفوليوم هيزيد يعني فايدة كمان في رايز تايم ان انا بديله البريشر فترة اطول هو بالتالي تايد الفوليوم يبقى احسن مش فترة اطول نفس الفكرة هنا فاست رايز هو ده نفس القصة وهنا ده اقل ده وبالتالي تايد الفوليوم اقل 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 تمام يا جماعه ده الرايز تايم ده نرجع تاني تي اي ماكس وتي اي مين اتكلمنا عليهم قبل كده تمام المودز اللي موجوده في المان انفيزيف انفيكشن هم سي باب بعض الناس بتستخدم السي باب كمود انما هو كمود بيستخدم خصوصا في مين في كارديولوجيك بالونر دي زي الدكتور محمد هيتكلم عليها انما النون انفيزيف فنتليشن يبقى ما اتكلمنا فنتليشن يبقى لازم في مين؟ تو ليفل اوف بريشر اي باب واي باب تمام؟ وده مش موجود غير في سبونتينيوس تايم بريشر اسيست كنترول او تايم تمام؟ تقول حاجه سي باب كونتينيوس بوستر اير وي بريشر كل اللي بيعمله ان هو يزود فانكشن يزيد الكباستي زي ما الدكتور محمد هيتكلم من ديتيلز زود فانكشن زي الكباستي لو في عندي برمونه قديمه غير برمونه قديمه وبالتالي الدنيا تبقى مين؟ تبقى احسن بس هو لو العين ما خدش نفس الجهاز هيديله تمام؟ لو العين خد نفس ب 10 ثانية الجهاز هيأومنت هيزود تايد الفوليوم لو عين هيزود تايد الفوليوم شكل كده عايز تقولي هيزود تايد الفوليوم شكل كده هيزود تايد الفوليوم مش علاقه ابدا بالتايد الفوليوم، العين ياخد اللي هو عايز ياخده.
هنا البريشر بتاعه ثابت، ما دام مفيش تشينج في بريشر يبقى مفيش منتج. هو عيان بس كل اللي بيحصل ان هو يحسن الفانكشن ريزيدوال كاباسيتي، يحسن الاكسجينيشن. لو في حاجه اتلكتاتيك بانز موجوده يضيع الاكتاتيك بانز بس. لو في مش بنتلات ريمود اصلا، انما يحسن الفانكشن ريزيدوال كاباسيتي. العيان بيتنفس بس بدل ما بيتنفس من الزيرو بيتنفس على 5 او على 10 او وات ايفر، تمام؟ ده يحسن الايه؟ المين اير واي بريشر. كل هو اكتف ستنت بالظبط قبل ما يقول. ونفس الفكره ستنت بريفرنس ان هو يحسن مين اللي كلها بتتأجر. بس لا، مين اللي بيتريجر؟ البيشنت. مين اللي بيسايكل؟ البيشنت. ما كل مود لازم دي تريجرنج ومين؟ وسايكل. العيان ما عملش تريجرنج ايه اللي هيحصل؟ ولا اعرفه. ما حدش يعرفه قوي. ناخد من المين لسبونتينيوس. لسبونتينيوس مود. ايه اللي بيحصل في السبونتينيوس مود؟ مين اللي بيبدا السايكل؟ البيشنت. ومين اللي بينهي السايكل؟ ولو انا حاطط باك اب ريت تمام؟ يبقى سبونتينيوس تايم تمام؟ او ممكن سبونتينيوس ومعاه باك اب ريت. اتفقنا؟ طب اللي هيبدا مين؟ البيشنت. واللي هينهي يا بيشنت يا مين؟ يا الجهاز. لو ايه؟ لو انا ظبطت دي، هو بالتالي لازم اظبط تي اي وتي اي. ده جزء مين؟ جزء التي اي مان والتي اي ماكس اللي انا بايه؟ بظبط بيه الايه؟ الانسبريشن بتاع مين؟ بتاع ده بدل مين؟ ده سبونتينيوس. باك اب ريت مهم جدا، الاجهزه بتفرق السعر في الباك اب ريت، يا اما قليل يا اما كتير، تمام؟ كل ما يكتر الباك اب ريت يبقى 30 او حاجه، كل ما السعر يبقى ايه؟ يبقى اغلى شويه، تمام؟ ونخش على مين؟ سبونتينيوس تايم. باك اب ريت، لو انا ما خدتش النفس هقول دلوقتي حالا، لو انا ما خدتش النفس هنا سبونتينيوس تايم، ده الباك اب ريت. مين اللي بيتريجر هنا؟ طب ومين اللي بيتريجر هنا؟ ده الباك اب ريت. لو العيان ما خدش نفس في فتره ما الجهاز هنا. يعني نقول لو الباك اب لو عندي مثلا انا حاطه على 10 يبقى السايكل بتاعتي كل 6 ثواني. لو في خلال 6 ثواني انا ما خدش وخرج يبقى ده مين الجهاز هيه؟ هيقوم بمين؟ بالواجب. هل العيان لو بقى قبل الجهاز هيديله ولا مش هيديله؟ الباك اب ريت عادة بظبطه اقل من الريسبيراتري بتاع العيان ب 4 5 تمام؟ فبشوف الريسبيراتري بتاع العيان قد ايه؟ خلاص بحط الباك اب ريت 10 15 20 وات ايفر. اتفقنا؟ فده الباك اب ريت عشان العيان ما خدش نفس الجهاز ايه؟ يتوكل على الله وايه؟ ويتم. اتفقنا؟ ده ماشين تريجر وبيشن تريجر. هنا برضو نرجع يا جماعه تي اي مين وتي اي ماكس. العين لو طول بصوا هنا يا جماعه ده تي اي ماكس بقى. هي ده حاجه اسمها انسبيراتوري هانجنج. الفلو هنا ماله؟ الفلو كان هنا الطبيعي بيقل. تمام؟ هنا مش راضي يقل. ليه؟ لان هو حصل ايه؟ ليك. فمزود الفلو. اما زود الفلو ايه اللي ينهي السايكل هنا؟ تي ماكس. الماكسيم انسبيراتوري تايم. لو مفيش تي اي ماكس هيستمر ايه ده؟ ما لا نهايه. البريشر الفلو عد عشان يمنتين مين البريشر. تمام؟ بقى اخر واحد هو التايم مود تقريبا ده بريشر اسيست مود. ثانك يو فيري ماتش. شكرا جزيلا.